إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما نشوف الجديد حق الصوفية في البلد دي، وأنا دار أسميكم مقطع عبارة عن دقيقة وخمسة واربعين ثانية لأحد الصوفية اللي هو الخنجر في المولد الهسة شغال له، ونشوف الناس ذاتهم هل محتفلين بالنبي صلى الله عليه وسلم في المولد بتاعهم ده، ولا ذيل قاعدين ينشروا في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. نسمع بأذاننا برانا وبعد ذاك نرد على هذا الكلام. ما عندي اشكال حتى في حياة الموتى، ولا صرح الخجر قالوا له اللي بيد المطر يذلل المطر خليهم، الاولياء بيحيوا وبيميتوا وصعبه شوي، والكباش بيد الجد المطر ده الخليف ما فات وغناله ما مات. المطر دي مساله بسيطه، واحد هنا بيسوق مدرمان ده قال لا ملا ملا لقيته هذه، وقال لي انتو قلتوا يومي، قالوا علي بالطلاق اللي قدامك ده بدي المطر، وكان كركاب بيدي المطر، يقول لك كركاب مطر بالاسحاب، ودي مساله مشاهده ومرئيه وكمان بالدفع المقدم. المطر خليناه دارين ولد الكباش، ما هي موجوده في كتاب الله عز وجل: إنما أنا رسول ربك لأحب. دق صدره قال لها أنا، لا ما أنا، إنما أنا رسول ربك لأحب. أنت لا قريتني وياه، لم تعرف ورش، لم تعرف الدولي، إن شاء الله تدور في الكنيسة بركتك عامة إلا في سبحانه آمين. أنت ما قريت، ما بتعرف الروايات ولا بتعرف خلوة، وإن شاء الله تصيبك البلوى. بارك الأستاذ قال لي إنما أنا رسول ربك لأهب، معناه نسب الهبة لنفسي، وهذا يسمى في البلاغة بالمجاز. طيب يا جماعة، واضح مش كده؟ ده المنهج الكفري الإلحادي الدارين الصوفية يوصل له المسلمين الليلة. عشان كده أنا أبدا أبدا ما بستبعد إنه المنهج الصوفي ده منهج دسوه اليهود وأعداء الإسلام، ويهدف منه إخراج المسلمين عن دينهم الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول نقطة في الرد على كلام هذا الصوفي إنه قال موضوع المطر خليه، والمقطع طويل طبعا، أنا جبت بس مواضع الشاهد. قال في باقي المقطع الطويل قال موضوع المطر ده هين، قال شفت كيف؟ قال الموضوع ده خليه، يعني موضوع أصلا منتهي، إنه اللي بنزلوا المطر شيوخ الصوفية ما الله، وربنا سبحانه وتعالى قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالبنزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. بالله شوف الآية دي واضحة كيف،
لو كانوا صوفية يعقلون. وده دكتور قالوا أستاذ كرسي التفسير بجامعة أم درمان الإسلامية. إذا كان ده فعلا دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية وبيدرس تفسير القرآن، والله فعلى جامعة أم درمان السلام وألف سلام، لأن ربنا قال أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب المطر ده، ربنا قال إتوا نزلتوا أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا. ومعنى أجاجا يعني مر وملح، ولا ينفع للزرع ولا ينفع للحيوان ولا الإنسان، فلولا تشكرون. فسبحان الله، ده من توحيد الربوبية، إنك تعلم البنزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. ده من توحيد الربوبية. الكانوا حتى الكفار الأوائل، ناس أبو جهل وأبو لهب، في الجملة ما عندهم فيه مشكلة توحيد الربوبية، ما عندهم فيه مشكلة. الخنجر الصوفي عنده فيه أكبر مشكلة، وقالها قبل كده برضو، كررها وانتشرت في الآفاق، قال تمشي اليوم وتدفع القروش، وفي ناس بده المطر وفي ناس بده المطر. وهسه قال في المقطع اللي سمعته ده، قال المطر وكمان بالدفع المقدم، الشيوخ بده المطر وكمان بالدفع شنو؟ المقدم. طيب لو كان الشيخ محتاج للدفع، محتاج للقروش، كيف ينزل مطر؟ شيخ فقير محتاج لدفع ومقدم وقروش، كيف يكون شريك مع الله الواحد القهار وينزل المطر؟ لكن دي قمة في الغباء وقمة في الشرك، بل في شرك الربوبية. كان حتى المشركين الأوائل ما عندهم فيه إشكال في الجملة، عشان تعرف إنه الصوفية الموجودين الليلة ديل منهجهم أضل وأخطر من منهج أبي جهل وأبي لهب. ونحن ما بنقول الصوفية كده بالجملة كلهم كفار أبدا، ولا نحن من التكفير ولا غيرهم من التكفيرين ولا غيرهم، لكن بنقول المنهج، المنهج الصوفي كمنهج والله أضل من منهج أبي جهل وأبي لهب. بعدين نقطة إنه قال الأولياء بيحيوا شنو وبيميتوا، سمعتوا في أول المقطع، قال عندنا الأولياء، الأولياء طبعا بيقصد بهم شيوخ الصوفية، قال بيحيوا وبيميتوا يعني من دون الله. انتوا عارفين الخنجر أخذ العقيدة دي من وين وشيخه منو؟ شيخ الخنجر في العقيدة دي إنه في ناس بيحيوا وبيميتوا، هو تلميذ للنمرود بن كنعان عليه لعنة الله إلى يوم الدين، تلميذه بالمناسبة في العقيدة دي. ربنا قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، المناظرة بين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين النمرود بن كنعان، والمحاجة والمناظرة دي كانت في شنو؟ كان في الموضوع ده ذاته، المناظرة كان في الموضوع بتاع الخنجر ده ذاته نفسه، والله بالنص، مش الخنجر قال الشيوخ بيحيوا بيميت، ولا سمعكم لا تاني، سمعك بس الجزئية الأولى تاني. أنا ما عندي إشكال حتى في حياة الموتى، ولك صلاح الخنجر قال الأولياء بيد المطر يذلل المطر خليهم، الأولياء بيحيوا وبيميتوا. سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ دي عقيدة النمرود ابن كنعان لعنه الله، وربنا قال كده في القرآن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. النمرود قال شنو؟ قال أنا أحيي وأميت. عقيدة الخنجر ولا ما عقيدته؟ ما يهو الكلام اللي سمعته هسه؟
قال في النهاية ده بيقول غير الله بيحيي وبيميت اللي هو النمرود، والخنجر قال شيوخ الصوفية بيحيي وبيميتوا، يعني غير الله بيحيي وبيميت نفس الموضوع. بالنص 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 قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، صاحبك ما قدر فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالبيقول أنا بحي وبميت أو شيوخنا بيحي وبميته ده كفر يا ناس، وهي عقيدة كافر من أكبر الكفار في الدنيا، وهو النمرود ابن كنعان. ده عقيدة الصوفية الليلة، عقيدة النمرود ابن كنعان هي عقيدة الصوفية الليلة. والله يا جماعة إذا ده ما صلح شرك وكفر حتى أبو جهل وأبو لهب ما وقعوا في قدره بالمناسبة وهم كفار. إذا ده ما صلح يا سودانيين، والتصوف ده ما كفرت به جملة وتفصيلا، وتركت القبب والطرق الصوفية القاعدة تدعوكم إلى الشرك بالله ليلا ونهارا سرا وجهارا، حالكم يا سودانيين ما بيصلح أبدا. صفوف عيش وبنزين وصفوف جاز وصفوف غاز لحد ما الناس بقى يطعنوا بعض الناس بالسكاكين والصواطير يكتلوا بعض في صف العيش عند الفرن. السبب الصوفية ديل. ما يغشك واحد سياسي يقول لك ان الأطر، ما في أطر، في صوفية هنا، والصوفية ديل هم سبب البلوى والنكسة في البلد اطلاقا، ما في سبب اعظم منهم. واوع يغشك انصار سنة دار يقول له قروش من منظمة احياء تراث ولا سجم رماد، ها؟ يقول لك لا إن الشيعة لا إن الصوفية هم البوظ البلد، والبلد دي ما فيها شيعة كلهم عدد أصابع اليد، والشيعة البساط كلهم صوفية. النيلة بقولون صوفي ولا ما صوفي؟ صوفي ولا ما صوفي؟ وبتاع رفاعة المشينا نجمناه وداك مش كده يا شيخ؟ داك اللي هو الشيعي صوفي ولا ما صوفي؟ صوفي صوفي. ما في واحد شيعي في البلد دي على قلة الشيعة وندرتهم في البلد دي إلا وهو صوفي. فمشكلتنا في البلد دي الصوفية يا شباب، ما تتغشوا ما تتغشوا. عشان كده أي داعية أي داعية موجود في السودان في اليابان في الصين في مصر في السعودية في الكويت في بوركينا فاسو ما بيتكلم في الشرك بالله ويدق في الشرك ده دق تمام وينجم ونجام، اعرف انه الداعي ده واحد من اثنين بس، اما هو جاهل بالاسلام حتى لو زكوه ان زكوه من هنا للفاشر ولك زكوني زكوك وصلوك وين، ان زكوك من هنا لاخر نقطه في الدنيا، وانت ما بتتكلم في العقيده وتحارب الشرك بالله وتنشر في التوحيد، اعرف انه ده اما داعية جاهل واما داعية فاشل، وفي الحالتين فاشل. والله انتبهوا لك ده، اصبر انتبهوا لك الكلام ده جيدا، لانه في دعاة كتار بيظهروا في الانترنت في اليوتيوب فضيلة العلامة فلان فضيلة المنجامة فلان، وبعض اخواننا واحد شايل شنطته ماشي وين تلقى واقف في السفارة دجد وقلوه تأشيرة طافش ماشي، ما في توحيد، بلده كلها تلقاه شرك شرك وكفر، ما بيتكلم في التوحيد ابدا، ولا بحرب الشرك ولا بحرب الصوفية. اعرف انه ده ما درب الانبياء بالمناسبة يا شباب، كده افهموا كلامي دخلوا جوا عقولكم، والله ده ما درب الانبياء ابدا، ما درب الانبياء يا ناس. اي رسول نبي عليهم الصلاة والسلام ربنا رسلوا في الواطن دي رسلهم في الأصل والأساس لموضوع واحد، قال تعالى وما أرسلنا من، شوف الآية دي واضحة كيف ما بتحتاج شرح، وما أرسلنا من قبلك من رسول
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكلمة فاعبدون دي توحيد الألوهية تحديدا، لأنه معناه الألوهية إفراد الله بالعبادة. ومن أجل العبودية والألوهية ربنا خلقكم كلكم وعمل لكم اذنين وعيونين وكرعينين ويدينين وحاجات كثيرة من أجل الموضوع ده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس يعني ليوحدون. القرآن اللي بتحفظوه الآن في الخلوة ده وبتقروه الليل والنهار، الكتاب ده كله 114 سورة وأكثر من 6000 آية، الله ما نزلوا إلا للتوحيد ومحاربة الشرك اللي بينشر فيه ناس الخنجر والصوفية دي الليلة، ما أنزلوا الله إلا للموضوع ده. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. شوف الكلام ده كيف، الكتاب القرآن ده ربنا أحكم آياته. ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا. ده السبب في نزول القرآن ونزول الكتاب. السبب شنو يا ربنا؟ ألا تعبدوا إلا الله، للتوحيد يا جماعة. الناس ما يعبدوا غير الله، ولا يعبدوا القبب، ولا يتبركوا بالقبور، ولا بالتراب بتاع الأولياء والشيوخ. الله نزل القرآن ليه؟ السبب ألا تعبدوا إلا الله، ده السبب في إنزال القرآن. إنني لكم منه نذير وبشير. قال تعالى أيضا إن القرآن ما نزلوا إلا للتوحيد، والناس يعبدوا الله براو لا إله إلا هو. هذا القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به. السبب وليعلموا أنما هو إله واحد، ده السبب ربنا نزل من أجل القرآن. وليعلموا أنما هو إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. يا ناس أولو الألباب أولو العقول، العاقل فيكم بيعرف الغاية من القرآن كله والسنة كلها وإرسال الرسل كلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إرسال الرسل كلهم، نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة شغال في الموضوع ده، 950 سنة ما مشى من الموضوع ده أبدا. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يجي الليلة الخنجر والصوفية المعاو يقولوا شيوخ بيحيوا وبيميتوا، وربنا يقول لا. قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي منو الخنجر، لا الصوفية، لا الأولية، لا كذلك يحيي الله الموتى. الله هو الذي يحيي الموتى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وما في أوضح من القرآن. ونحن والله لا بنفجر بغنابل زي الدواعش المجرمين الضالين ديل، ولا بنضربهم ولا بنفلقهم، نحن بندعوهم للقرآن، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى السنة الصحيحة، كلها بينت إنه اللي بيحيي الموتى الله. ونحن الليلة في مشكلة أكبر من مشكلة المشركين والكفار الأوائل، ناس قريش بالمناسبة. نحن الآن في مشكلة في شرك في الربوبية في بلدنا دي، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. نحن عندنا شرك في جميع أنواع التوحيد. عشان كده المهمة بتاعتكم أيها الإخوة والدعاة والشباب وطلاب العلم والمشايخ، مهمتكم عظيمة، المفروض ما تنوموا ذاته لا ليل لا نهار، لأنه إحنا في مشكلة كبيرة. مشكلة أقول لك أبو لهب ما كان واقع فيها، أبو جهل ما كان واقع فيها، إحنا واقعين فيها الليلة.
شرك في كل أنواع التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه ده أكبر ذنب، ما في ذنب زيه ولا في ذنب أكبر منه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فأنت والله مسؤوليتنا جميعا مسؤولية كبيرة، وكل ما تشوف صفوة البنزين بقت طويلة والبلد كتمت، أعرف أنه نحن مقصرين في دعوة الناس للتوحيد وفي نهي الناس عن الشرك، لأن الشرك سبب الجوع ذاته، والشرك سبب المجاعة، والشرك سبب الهلاك وانعدام الأمن وكثرة الحروبات القبلية والسياسية وغيرها. ده الشرك ده. ربنا قال قال كده، ربنا قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، الأجيال يعني. ربنا أهلكهم ليه والأمم؟ الأجيال والأمم. ربنا قال أهلكتهم ليه؟ لما ظلموا. والظلم هنا يعني الشرك، راجع التفاسير. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. المشركين هم المجرمين، وأي زول مشرك مجرم، وأي زول بدعو غير الله مجرم، وأي زول بيقول غير الله بيحي وبيميت مشرك ومجرم. ديل هم المجرمين، وديل أجرم من اللي بيشربوا خمرة والبيسكر بيشربوا مريسة والبيقتلوا الرقاب والبيهنبتوا بيسرقوا. الناس اللي بيشركوا بالله ديل أجرم ناس، واللي بيدعوا للشرك أجرم من اللي بيشركوا ذاتهم براهم ما بيدعوا للشرك. فانتبهوا، نحن والله مسؤوليتنا عظيمة جدا. وأوع واحد يحيدك عن الطريق، لا شيخ ولا علامة ولا غيره، زول يقعد كله يسوي لك جوطة في كلام فاضي، ما يتكلم في عقيدة. وفي بلده، في بلده قبة أحمد البدوي، ماذا؟ ما شيخ أحمد البدوي، أحمد البدوي الأصلي الكبير أقصد، بيحج لها كل سنة 3 مليون صوفي. والحج ده، الحج الأصلي ذاته بتاع الكعبة في مكة، السنة اللي قبل اللي فاتت الحج الرسمي الحكومة السعودية 2 مليون لاثنين مليون ونص، 2 مليون ونص بالكثير. وقبة أحمد البدوي في مصر كل سنة بحجوها 3 مليون صوفي حج. والله الله بيسألكم من الكلام ده، والله بيسأل أي شيخ ولا داعي ولا علامة ما قاعد يتكلم في الموضوع ده. ده الموضوع الأساسي. الله ما نزل القرآن إلا له، كيف أنت تخليه كده بالراحة كده؟ كيف أنت تخلي الموضوع ده يا ناس؟ ونحن كيف نخلي الموضوع ده لأي سبب كان؟ صار السنة بدوا فيه، بدوا فيه قبل 50-60 سنة، بدوا في الموضوع ده أو أكثر. أول ما دخلت عليهم الأموال وطمعوا في المناصب السياسية وغشاهم المجرم الهالك عبد الرحمن عبد الخالق المصري صاحب جمعية إحياء التراث، ودفرتك الدعوة في العالم كله، أسأل الله إنه ينتقم منه. ده زول مجرم إجرامي أنتم ما بتعرفوا. دخل صار السنة أفتاهم هنا في السودان، قالوا خشوا سياسة، خشوا صلحوا من جوا، خشوا صار السنة تخربوا من جوا وبرا، وبقينا في الطريقة تمرقهم ذاته، فحادوا عن الطريق. فإنتوا ذا الطريق، والدائر فيكم ربنا يمكن له هنا في الدنيا وفي الآخرة يدعو للعقيدة والتوحيد ويحارب الشرك. صح فيه ابتلاء، الموضوع ده فيه ابتلاء شديد، قد يقتلوك، قد يسجنوك، قد يشتموك، يحاربوك، في عرضك ذاته، لكن ده طريق الرسل كلهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال ابن حجر: دينهم واحد أي في العقيدة، ده دينهم واحد كل الأنبياء وكل الرسل. يا جماعة ده موضوع،
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما حاربوه لأنه تكلم في صلة الأرحام، وهو تكلم في صلة الأرحام وحس الناس عليها. ما حاربوه لأنه حث على صلة الجيران وهو حس عليها، ولا لأنه أمر بالصدقة وهو تكلم عن الصدقة، والمشركين كان بيصدقوا وكان بيصلوا الأرحام وكان بيحجوا، صح حج غلط لكن بيحجوا وبيصدقوا وبيطعموا المسكين. لكن أول ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حاربوا أول يوم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هو طالع في جبل الصفا عليه الصلاة والسلام. قالوا لو تبا لك ألهذا جمعتنا، وقالوا لو أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم معنى لا إله إلا الله. أول ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، مشركين وكفار لكن كانوا بيفهموا. قال لهم بس قولوا لا إله إلا الله، قالوا معنى لا إله إلا الله إنك تترك الآلهة شنو الباقية وتجعل الله إلها شنو واحدا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وديك قالوا أجئتنا لنعبد الله شنو وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. ده برضو كفار قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نبيهم قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، طوال عرفوا معنى الكلمة دي شنو. قال لو اتجيتنا أيوة عشان نترك الآلهة والأولياء والجماعة دي كلهم والكان بيعبدوا ما بانا ونعبد الله براو، شغالين بيك وآتينا بالعذاب اللي انت بتعيدنا به وإن كنت من الصادقين. حقين الليلة التجانية مثلا كل جمعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله بيقوله قريب 500 مرة. أول ما يقوم كب يا الكولخي ما فاهم لا إله إلا الله. وأبو لهب فهمه قال لا جعل الآلهة إلها واحدا بس معنى لا إله إلا الله، وده بالمناسبة معنى لا إله إلا الله. يعني التفسير الفسر أبو لهب للا إله إلا الله هو عين معنى لا إله إلا الله حقا وصدقا. ودير بيقولوا لا إله إلا الله وبيخالفوها في الألوهية وفي الربوبية الما كان بيخالف فيه حتى أبو جهل وأبو لهب. فأنا بقول خلاصة الكلام ده نحن في ورطة الليل والله أعظم من ورطة الورطة اللي كانوا فيها ناس أبو جهل. ده معناته شنو؟ معناته أنتوا يا شباب ما في راحة، التزمت بدعوة التوحيد دي انت ركبت درب التعب وركبت الصعب، ركبت الصعب. امشي الان جرب عشان تتأكد من كلامي ده، خش جامع بتاع صوفية او حزبين او اخوان مسلمين او كذا، انا مخش اتكلم في قيام الليل تلقى الجماعة بيبكوا لما بيتمخطوا، كذا تلقاهم بيبكوا، صوفية تلقاهم مبسوطين هم كلهم بينهم، لكن لأنه ما هبشتهم في الجرحة قل لهم يا واد غيام الليل. لكن طبعا في أساس الدين وأساس غيام الليل هو التوحيد، وأبدأ في نفس الموضوع تشوف الجامع ده لو ما قام عليك، لأنه أنت هنا هبشت الموضوع الأساسي والموضوع الأصلي. وده اللي بيميز الدعوة السلفية دعوة الرسل من دعوة المجرمين ودعوة الحزبيين ودعوة الناس المميعين ناس اللملمة. نحن ما عندنا لملمة لأنه ما عندنا ناس دي انتخابات ولا دارين دنيا ولا دارين كرسي سلطة، نحن بس دارين الناس دي جد توحد الله براه. وده الموضوع كله. تاني قال الزول ده قال الدليل يعني دار يستدل طبعا على أنه الأولياء يعني الصوفية بيحيوا بموتوا، وطبعا ما في صوفي ولي، صوفي ولي لله صالح لا يوجد لا في ظهر الأرض ولا تحت الأرض، ما في إطلاقا. دار تبقى ولي أول خطوة تخلي التصوف، أول خطوة، لأنه الولي هو الزول الموحد. لا يمكن أنت تكون عامل فيها ولي وإنت بتعبد لك زول مدفون تحت التراب. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، مع أنه لو ربنا قال أموات واضحة الميت وغير الحي، صح ولا ما صح؟
لكن ده ربنا داير يأكد ليك، لأنه موضوع التوحيد ده داير تأكيد توكيد وداير ترداد، يرددوا للناس مش 500 مرة إلى ما لا نهاية من المرات. الله قال البدعون من دون الله ديل ما بيخلقوا شيء، وهم بيخلقوهم هبعدات، وهم أموات، أموات يعني ما أحيا، لكن ربنا قال أموات غير أحيا. شو التوحيد ده؟ ربنا بيوضحه لك كيف أموات غير أحيا. أها، وصل الميت ما بيشعر حيقوم بتين، قال وما يشعرون أيان يبعثون. ده فيه دليل واضح إنه التوحيد لابد توضحه للناس. الكلام بتاع ناس عبد الرحمن حامد والحزبين والجماعة ديك ده ما التوحيد، يجي يقول لنا التوحيد عالم جميل، لا دي شركة زين. توضحوا للناس توحيد كده والشرك كده، وما تعبد القبة وما تستغيث بالمكاشفي ولا البرعي والحجاب المعلق، وده شرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. تفهم الناس، والشرك ده أكبر جريمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3 مرات؟ قلنا بلى يا رسول الله. وقال 3 مرات عشان الناس ينتبهوا ويوعوا ويفهموها ويحفظوها، 3 مرات، مع انه قالوا ليه بلا يا رسول الله من المره الاولى، لكن كرر لهم ثاني. ده بيدل انه موضوع العقيده ده داير تكرار. الشيطان ما يغشك انت امام جامع يقول لك يا اخ ما تكلمت المره الفاتت عن العقيده، والناس كده بيسجوا اليسجوا. ده الله ما خلقهم الا له، تقال الله خلقهم عشان يمشوا ياكلوا وينوموا ويبولوا، الله خلقهم ليعبدون للتوحيد ده. لكن انت تنوع في الاساليب ونفس الموضوع تجيبه. الليلة ده نتكلم يا جماعة عن آية في كتاب الله، كلكم بتحبوا كتاب الله، هاي صح؟ نعم بالحيل. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وتبدأ تشرح وتخش في الموضوع. بكرة الليلة يا جماعة الخطبة الفاتت تكلمنا عن آية، خطبة ده نتكلم عن حديث نبوي، وفيه قصة لذيذة. الرسول كان وراه عبد الله بن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يا غلام معلمه كلمات، إذا سألت فاسأل الله. خشيت في الموضوع يا ناس، تكلمنا الخطبة قبل الفاتت عن آية، والخطبة الفاتت عن حديث. الليلة عندنا قصة، تلقى الجماعة فاتوا خشمهم لما بريلوا، قصة أهل الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. خشيت في الموضوع. فالقرآن كله توحيد زي ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن انت ابقى حريف وابقى عندك فن في الحتة دي. وكل السيرة دي من أولها لآخرة كلها توحيد يا جماعة. لكن الأخوان المسلمين قبح الله وجوههم أجمعين، شوهوا السيرة النبوية العطرة، شوهوها ناس طارق السويدان ومين وعمرو خالد، عملها كلها حب ورومانسيات وغشوا المجتمع. السيرة دي والله كلها توحيد، ممكن تخطب 1000 خطبة عن السيرة ما تطلع منها كله كله، وكلها توحيد. ليه غزوة بدر قامت؟ غزوة أحد ليه قامت؟ خندق الأحزاب قامت ليه؟ ربنا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال المفسرون جميعا الفتنة هي الشرك. إذن القتال والجهاد في الغزوات كلها بدر وأحد والخندق و كان من أجل نشر التوحيد ومحاربة الفتنة الكبرى وهي الشرك بنص الآية. دي السيرة، دي السيرة. بس الزول كيف يكون فاهم الدين؟ كيف يكون فاهم الدين؟ طيب، فقال يعني دليله على أنه الأولى بيحي بيموتوا، قال في واحد في سوق درمان، ده الدليل. وقال لقى وهابي وقال له شنو ما عارف، قال الصوفي بتاع سوق درمان قال لي عليه الطلاق انا بدي المطر. ده شنو يعني؟ ده دليله على نزول المطر. والدليل الثاني قال شيخ كركاب بدي المطر، قال بدون شنو؟ بدون سحاب. هسه وينو الدليل؟
لا فيه قرآن، فيه شيخ كركاب. كركاب ده أنا بعرفه مربى مش ولا ذكر ركاب. المهم والله لا فيه آية ولا فيه حديث، وده دين الصوفية، دين بتاع حجة حجة وحكاوي وكلها كذب. وده برضو دين الأخوان المسلمين، دين بتاع حكاوي. بذكر واحد اسمه سعد البريك، شيخ سعودي إخواني ضال، عامل شريط. نحن وزعنا الوقت ذاك، نحن مع أنصار السنة وزعنا بالآلاف. كويس خلاص تمام، منختم إن شاء الله. طيب وزعنا بالآلاف شريط اسمه توبة أحمد، شريط لا فيه آية لا حديث. وقد ركب أحمد الكبري بسيارته والغناء من المسجل، وقد ارتطم بجدار الكبري وهو يقعد يبكو. في النهاية طلعت القصة ذاتها كذب. والله وزعنا 3000 شريط، واحدين قالوا استقاموا بسبب الشريط، كله هوس. الدين الصحيح كتاب وسنة، كتاب وسنة ما قصص. طيب بعدها قال الكباشي بدي الجنة، الكلام ده كفر. ربنا سبحانه وتعالى قال هو اللي بدي الجنة. قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال الدليل على أنه الكباشي ويعني غير الله بيد المطأ الجنة، قال الآية إنما أنا رسول ربك لأهب لك. قال دق صدره جبريل، قال طبعا الآية ما فيها دق صدره، لكن الصوفي كذاب نسوي ليش شنو. قال دق صدره، قال لي أنا بهب لك ما الله، والآية ما فيها ما الله، بل العكس الآية بيّنت إنه ذا رسول الرسل منه، الرسول الرسل منه. إنما أنا رسول ربك لأهب لك. عشان كده في ختام الآيات قالت أنى يكون لي غلام مش كده، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال منو ربك هو علي هين. أما إسناد الفعل إلى نفسه، قال البغوي أسند الرسول الفعل إلى نفسه لأهب لك، وإن كانت الهبة من الله لا لأنه أرسل به. ده كلام البغوي. أما القرطبي قال ففي رواية ورش، وطبعا الخنجر قال ورش، طبعا ما في رواية اسمها ورش، هي ورش عن نافع، لكن شنعرف الحميرك للجنزبيل. قال القرطبي وفي رواية ورش عن نافع إنما أنا رسول ربك ليهب لك. قال وكلا الروايتين متلازمتان، لا الاثنين شنو، ليهب لك ربك ولأهب لك من ربك، من شنو ربك. ده الموضوع. وأول والله يا جماعة كل الكفار الزمان، عمرو بن لحي الخزاعي، كل الكفر، عقبة بن معيط، أبو لهب، ما في واحد قال شيخنا بدي الجنة. الصوفية بيقولوا الليلة شو الورطة اللي احنا فيها دي قدر كيف. طيب آخر نقطة قال نسبة الهبة، نسب الهبة لنفسه، وهذا يسمى بالمجاز. طبعا القرآن ما فيه مجاز، لأنه المجاز هو إرادة غير شنو الحقيقة. والقرآن بالحق أنزلناه وبالحق نزل، حق كله ما فيه مجاز. المجاز تقول والله رأيت أسدا وانت يقاتل في الحرب بسيفه، انت ما قاصد أسد عنده أنياب، انت قاصد شنو فارس شجاع كالأسد. فزيد في القرآن ما في، لأنه القرآن كله شنو يا جماعة حق، وكذلك السنة ما فيها مجاز. لكن أن نمشيها له، لو قال أضاف الإهاب، إهاب الذرية لنفسه من باب المجاز، معناته ما في شيخ صوفي بدي شنو الجنة على الحقيقة، لأنه المجاز إرادة غير شنو الحقيقة. لكن أي صوفي دلقان ومتناقض. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.